بشكر قناة جير ون على اللقاء هذا، ما قصروا معاي حتى في الإعلام، يعني ما قصروا معاي حتى في السعودية حتى بالإمارات، الحمد لله الإعلام ما مقصر معاي وما مقصر مع الفريق. وأشكر جراج علي خلفان على المساندة في مجال الرالي معاي، وأشكر فريق توب سبيد الصراحة لأنهم هم الفريق اللي أعطاني الدافع الكبير أني أنا أشارك في مجال الرالي. كانت بدايتي طبعا مع فريق توب سبيد في ابريل 2008. طبعا قمنا بتشكيل لجنة تنظيمية للفريق، والحمد لله اخترنا الوان السيارة اللي هي الاحمر والبرتقالي والاصفر، وساهم طبعا انا في اختيار الالوان وايضا في اختيار شكل كتابة على السيارة. واول سيارة تم تطبيق اللون هذا والشكل هذا عليه سيارتي تويوتا سوبرا، وطبعا انا كنت بديت معهم كاداري وايضا كمتسابق، والحمد لله حققت في جوله من الجولات هنا في حلبه اماره موتور بلكس بن القوين المركز الاول، وايضا السياره حققت المركز الثاني في مملكه البحرين الشقيقه، وتوقفت بعد ذلك عن السباق، وذلك طبعا ارتباطات العديده مع الانديه واتحادات عده. طبعا عملي انا كاداري في توب سبيد تطوعي 100%، ما نقاض عليه راتب سواء انا او اي حد من الشباب المتطوعين، وطبعا عشقنا وحبنا للسيارات يخلينا مرتبطين دائما في ان نكون اداريين سواء هني سواء في الاتحاد او في الحلبة، نحاول نساعدهم بقدر الامكان. وطبعا نحن هني في توب سبيد كاداريين متواصلين بشكل دائم مع الحلبة بشكل اسبوعي، وحتى في ايام السباقات نحن متواصلين بشكل يومي، يمكن في اليوم 3-4-5 مرات نتصل فيهم، نكون موجودين في الحلبة قبل السباقات بيوم ولا اثنين ولا ثلاثة، وايضا نعطيهم الاراء والاقتراحات، اقتراحاتنا نحن كتوب سبيد او الشباب، اي حد من الشباب يسألنا مثلا عن اقتراحات او اراء او انتقادات نوصلها بدورنا للاتحاد. ومثل ما يقولون طبعا الايد الوحدة ما تصفق، فنحن نتمنى من باقي الأفرقة أنها ما تكون فقط يعني متفرجة تشاهد وتنتقد، نتمنى أن هي أيضا تنظم نفسها بشكل أكبر. وأيضا في موضوع مهم هو حضور الاجتماعات، يعني أنا حضرت الاجتماع الأخير كان بين اتحاد السيارات وحلبة الإمارات موتور بلكس ملقوين، كان مدعو فيه أكثر من 10 من أبرز المسابقين في دولة الإمارات، يعني تخيل ما حضر أي واحد من هاي 10 متسابقين. فنتمنى طبعا حضور جميع المتسابقين وبالخاصة طبعا المتسابقين المتميزين ولهم بصمة كبيرة في سباقات سيارات في دولة الإمارات، وإن شاء الله نتمنى نشوف أفرقة منظمة بشكل أكبر، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للاتحاد وللحلبات، وما ننسى طبعا دور جير ون في دعمهم الإعلامي الكبير، طبعا كان لهم بصمة واضحة في سباقات السيارات في دولة الإمارات، وإن شاء الله نتمنى حضور إعلامي أكبر، وشكرا جزيلا لقناة جير ون. الأستاذ سيد المرزوقي والأخ العزيز محمد أحمد على الاستضافة الطيبة هذه. حبيت عندنا 3 سيارات مجهزين إن شاء الله السنة الموسم السيزن هذا إن شاء الله. في البداية هي عندنا سيارة الجي تي 6 سلندر أوتلو، مزودة طبعا كامل في الورشة مجهزينها، هي عبارة عن جي تي بادي جي تي يمكن 2 جي زي، بالإضافة للمكينة والجير والشيفت والكاربون شيفت كاربون والتونينج عندنا في الجراج. عندنا بالإضافة 6 سلندر للدراج ريس مجهزينها كل تزويد، عبارة عن V6 توين توربو تقريبا يعني 2000 حصان،
الحين الماكينة موجودة في أمريكا، إن شاء الله تقريبا خلال 20 أو 30 يوم بتكون موجودة في البلاد إن شاء الله. طبعا السيارة مجهزة كاملة في نفس الورشة عندي، وعندي بعد 8 سلندر توين توربو تقريبا 2800 حصان مجهزينها حق السيزن إن شاء الله الجاي. ونفس الشيء في الورشة كامل مجهزة، من تونينج، من برمجة، من تركيب جير، من ماكينة. وحبيت أشكر في النهاية قناة جير ون والإعلام، شكرا. انضمت لفريق طب سبيد مع ولادة هذا الفريق في سنة 2008، وكانت بدايتي في هذا الفريق كإداري. بعد نجاح هذا الفريق وظهور في صورة مناسبة في عالم سباقات السيارات، قررت أن أمارس هوايتي المفضلة وهي الاستعراض. اقترحت الفكرة على الشباب وأيدوني وحمسوني على الفكرة، وجهزت سيارة في بداية مشواري في الاستعراض في سنة 2009-2010. واجهتني بعض المشاكل، والحمد لله والتوفيق من رب العالمين وتحفيز الشباب لي، استطعت أن أتخلص من كل المشاكل. حصلت على المركز الأول في فئة الفورويل نيسان في الاستعراض، ويعود الفضل لرب العالمين ووقوف الشباب وياي. إن شاء الله في موسم 2010-2011 الحين في فترة التجهيز، وإن شاء الله مع بداية الموسم الجديد مجهزين السيارة، وإن شاء الله التوفيق من رب العالمين نستطيع أن نشارك في كل الأحداث الرياضية والاستعراض. نمارس هوايتنا المفضلة في كل مكان، في كل مكان آمن، مثل الحلبات وأماكن مخصصة للاستعراض، مثل حلبة الإمارات موتور بلكس، وإن شاء الله في حلبة العين. شكر خاص لجميع اللي وقفوا ويانا، وشكر خاص لتب سبيد وتب سبيد بنفورمانس على وقوفهم وياي، وشكرا للجمهور على وقوفهم معنا في مثل هذه الأحداث، وشكرا للإعلاميين وخاصة قناة جير ون. شرف لي يعني ان الشيخ مروان بن راشد المعلى واداره الامارات موتور بلكس ممثله في تامر حسين والشباب رشحوني لان اكون مستشار يعني لنادي الامارات موتور بلكس لتطوير هذه الرياضه الحبيبه الينا، بحكم ان نحن طبعا قريبين من الشباب. يعني انت كمحل يوميا كم واحد يدخل عليك، تجيك افكار في سباقات في كذا، تشوف احتياجاتهم، هذا ما اخذ قطعة لأي نوع من السباقات. بنحاول ان قد ما نقدر بالتعاون مع الحلبة والاتحاد ان ننظم ونشكل انواع جديدة من السباقات، لان نشيل الشباب يعني من سباقات الشوارع في بيئة امنة اللي هي حلبة الامارات موتور بلكس مثلا، او اي حلبة ثانية موجودة في الدولة او خارجها. في النهاية أقدر أقول أن طموح توب سبيد كفريق وكمحل أكبر من أن نحن نوقف عند الإنجازات اللي حققناها. نحن كل اللي حققناه مثلاً وإن كان شيء بسيط نعتبره قاعدة أساسية للانتشار وللتوسع في هذه الشغلات. فتوب سبيد يطمح أنه يشكل العديد من السباقات بصورة آمنة بصورة سليمة، يسحب كل الشباب اللي يبغون يمارسون هذه الهوايات في أماكن وبيئة آمنة. وفي النهاية يعني أشكر قناة جير ون على هذه الاستضافة يعني، ويعتبر شرف لنا أن نطلع على هذه الشاشة الصغيرة يعني.